كيف ما تابعتم معنا المره الفايته بشرى دات ميكرو ديرمابرازيون، سلسله عمليه تجميل بدون جراحه باقه مستمره، واليوم غادي نشوفوا اش من عمليه غادي دير بشرى. ما جينا عند الدكتور الفاسي الفهري، درنا بريليفمون دو سون، غادي ندير واحد لا سيونس بي ار بي اللي هذه الحصه الاولى، وغادي ننتظروا النتائج اللي تصرح لينا واللي مرتقبه هذه الحصه الرابعه ان شاء الله. لو بي ار بي او البلازما ريش اون بلاكيت هو علاج كيعتمدوه النجوم منذ وقت طويل للحصول على بشره نضره وخاليه من التجاعيد التعبيريه، والمعروف ايضا في امريكا باسم فامباير فيس، حيث اثناء العمليه كيخرجوا قطط ديال الدم من الوجه. بزاف ديال النجوم العالميين تشهروا به بحال كيم كارداشيان، وحتى المغاربه بحال سلمى رشيد. العديد من النجوم العالميين المغاربه والعرب كان اختيارهم الاول هو البي ار بي. هذا هو لو بي ار بي. Le PRP, le معنى ديالو plasma riche en plaquettes. شنو هو plasma riche en plaquettes؟ كناخذوا الدم ومني كندوروا الدم بالزربه كي البلاصه اللي فيها الخلايا الحمراء كتجمع وكيبقى لنا لو بلازما. البلازما اللي هو صفر كلير. كناخذوا هذاك البلازما وكنعاود نتريتيوه باش نكونسونتريو فيه لي بلاكيت. دونك البلازما ماشي هو البلازما riche en plaquettes. داكوغ؟ البلازما ريش اون بلاكيت كيكون اللون ديالو بحال هكذا مغلوق ماشي صفر، داكوغ؟ ولي بلاكيت هما الخلايا اللي كتخلي الاصلاح في الذات يوقع. اذا اي حاجه درناها بهاد الخلايا كتكون حسن. ملي كنسمعوا بلاكيت ريش اون بلازما، اول سؤال كيطيح لينا في البال شنو هما لي بلاكيت؟ لي بلاكيت هما الخلايا اللي كتخلي الاصلاح في الذات يوقع. اذا اي حاجه درناها بهاد الخلايا كتكون حسن. دابا مثلا لو بلاتينوم بي ار بي غنديرو دلا ستيمولاسيون، غنستعملو واحد لاباري، غنستعملو واحد لاباري في واحد ليباري صغار، ليباري ها هما، هاد ليباري غيبقاو يتقبو 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 غيغربلو الوجه، هادشي كنسميوه لو ميكرو نيدلينغ. إذا شنو غنستافدو من هادشي؟ البشره غتقوى، غتكون عندنا لا ستيمولاسيون دو كولاجين، لا سيركولاسيون، لا كاليتي ديالها غتحسن، غتفتح وغتولي بلو جون. سولنا الدكتور شنو هما الاستعمالات الاخرى ديال البي ار بي. هذا لو بي ار بي كنستعملوه في بزاف د الحوايج اخرين، يمكننا نستعملوه باش يساعدنا على النمو ديال الشعر، يمكننا نستعملوه في الجروح ديال الجسد، الجروح ديال العضلات، المشاكل ديال المفاصل، اذا عنده بزاف ديال الاستعمالات ماشي غير في التجميل. هو نفسه هو هذا لو بي ار بي اللي ماشي هو البلازما. كيف ما شفنا الطريقه الاولى ديال وضع البي ار بي، نشوفوا الطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه سميتها لو ميزو بي ار بي. لو ميزو بي ار بي كاين لو ميزو ليفت كنديروه في لي فيتامين ومن بعد مرات بلاصه ديالو هناك. لو ميزو بي ار بي تنديروا لا ميم شوز ولكن بلو بي ار بي. دونك ممكن نستعملوا دي بيستوري بحال هكذا اوتوماتيك، ولا انا شخصيا كنفضل ندير التقنيه بيدي. شنو كنقصدوا بان بي ار بي كلاسيك؟ لو بولوس بي ار بي ولا لو بي ار بي كلاسيك. لو بي ار بي كلاسيك شنو هو؟ دابا هناخذوا بعض المناطق المحدده وكنديروا فيها دي بتيت بول ديال البي ار بي، كيبقاو بشويه كيسرحوا والجلده خدامه كتصلح. شنو هما الحوايج اللي خاصنا ضروري نتفاداوهم من بعد العمليه؟ اي حاجه فيها السخونه خاصنا نبعدو منها، صافي ديال الحمام، الماء سخون، سبور بوندون 3-4 جور، لا بروتيكسيون سولير حاجه باينه، ومن بعد لا ريبريز دي زاكتيفيتي نورمال. الوغ من بعد هاد المراحل كلها، كيف ما كنشوفوا النتيجه النهائيه ديال الحصه الاولى مع الدكتور فاسي الفهري، غادي نتلاقاو في البلاطو، غادي يكون وجهي تفش وداك المكياج.